مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ونقطة تحول. نقطة تحول اليوم حديث طويل وذو شجون عن الثقافة في مصر والحركة الثقافية في المجتمع المصري بين الماضي والحاضر. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور حسن يوسف، أستاذ الفلسفة وعلم الجمال ووكيل المعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون سابقا. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. ويسعدنا أن يكون معنا أيضا المفكر والناقد الأدبي الكبير الأستاذ الدكتور محمد بدوي، أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتكم. كلامي عن أن الحديث عن الثقافة في مصر في الوقت الحالي حديث ذو شجون، صح؟ لا شك. ده صحيح. بالرغم من أنه حديث ذو شجون، وقد يعتقد البعض أن الشعب المصري لا يهتم بالثقافة ولا يدور بخلده الكتاب والتذوق الفني ومشاهدة حتى بعض الأفلام التسجيلية اللي ممكن تثري من ثقافته بعيدا عن الإطار السينمائي اللي مش عايزين نتكلم عنه دلوقتي، كل دي من عوامل زيادة ثقافة المصري. ولكن في الفترة الأخيرة شهدنا ثورة ثقافية لمجرد وجود قائم بأعمال الثقافة في مصر وهو الوزير لا يتناسب مع هذا الكرسي أو هذا المكان. وجدنا الشعب المصري كله يتحدث عن أن الثقافة في خطر، هناك مشكلة. ده ما يديش مؤشر عن أن الحديث ممكن يكون ذو شجون وذو فرحة أيضا؟ في الحقيقة يعني لا شك أن هناك في علاقة بين الثقافة والواقع الذي يعيشه المجتمع. ففي عندما يمر المجتمع بنوع من الطفرات أو الأحداث الكبرى، مؤكد أن الثقافة بيكون لها دور. وحيث أن حضرتك بدأت أنك أنت تقولي لي أن كان هناك في وزير يعني قائم به، وحيث أن لهذا الأمر حساسية خاصة، فأنا أحيل الأمر أن يتحدث عني عن هذا الأمر وعن البيئة الثقافية الدكتور محمد. دكتور محمد، هل هي معضلة أن نجد مسؤول عن الثقافة في مصر يتحدث بلسان كل المثقفين بكافة فئتهم وليس فئة أو فصيل بعينه؟ وأنا لم أفهم السؤال جيدا. الحقيقة أنا بدأت الحديث في بداية الحلقة عن اختيارات لقائمين بأعمال بمسؤولية عن الثقافة في مصر. لما نقول الأسماء يعني. وزير الثقافة السابق الذي تم قامت الثورة ضده. فاروق حسني؟ لا، ليس فاروق حسني، الوزير اللي كان موجود في الحكومة المقالة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. علاء عبد العزيز. نعم. طب تقول لي الدكتور علاء عبد العزيز. نعم. يعني أنا بعتقد إن الدكتور علاء عبد العزيز هي لحظة قصيرة جدا في تاريخ الثقافة، هي قصيرة زمنيا وقصيرة تأثيرا وقصيرة في فعاليتها، ولا يعني لا تمثل نقطة تحول بأي حال من الأحوال، لا تمثل أي نقاط تحول. هذه لحظة عابرة بين قوسين. بتكلم عن رد الفعل يا دكتور محمد، ردود الأفعال اللي واجهت وجوده. رد الفعل، لأنه الدكتور علاء عبد العزيز أتى بمجموعة من التصورات الخاطئة، كان في قدر كبير من عدم الوعي بدور الثقافة في المجتمع، وفيها قدر كبير جدا من عدم فهم آليات العلاقة بين المثقفين وبين الدولة، وفيها جزء كبير جدا قد يكون روحا انتقامية، لأنه هو في النهاية يعمل في الأكاديمية والأكاديمية جزء من وزارة الثقافة، فاتخذ قرارات أقل ما يقال عنها أنها طائشة، ودخل في تحدي مع المثقفين، والمثقفون استطاعوا أن
يجلوه عن مكتبه وأن يخرجوه من الوزارة، وكان بداية اعتصام المثقفين هو بداية الحراك الثوري الواسع الذي حدث في 30 يونيو. فأنا لا أعتقد أن هذا أمر يستحق التوقف طويلا، يعني لأنه هو أتى بلا تصور للثقافة وبلا فهم لدورها، ويبدو أن تنظيم الإخوان وضعه في هذا المكان ليقوم بأدوار حتى هو لم يكن يعي مدى خطورتها. يعني هو على المستوى الشخصي انا اعرفه جيدا، والدكتور حسن يعرفه جيدا طبعا، لذلك انا اضطريت ان انا شخص في النهايه كمواطن طيب ومواطن صالح، لكن هذا لا يكفي لاداره الثقافه في بلد شهد ثقافه حديثه منذ 200 عام تقريبا، وقدم للشرق الاوسط كبار ادبائه ورساميه ومخرجيه ومطربيه وملحنيه أساتذته. فكان خطأ كبير جدا. أنا أعتقد أنه جملة اعتراضية كما كان حكم الإخوان لمدة عام جملة اعتراضية. يعني التدافع السياق المصري الحديث منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة حتى الآن له مساره وسياقه وصراعاته وتحدياته وانتصاراته وهزائمه، والإخوان جملة اعتراضية صغيرة سرعان ما طوح الشعب بها أعتقد، وما تلا ذلك من استراتيجيات سياسية للإخوان يعني قضت على البقية الباقية منهم. يعني الحمد لله. دكتور حسن يوسف، لو كلمنا عن الثقافة في المجتمع المصري، هل تعتمد أكثر على التأسيس الأكاديمي لهذا المجال من الكليات المتخصصة، أم أن وزارة الثقافة وزارة الإعلام وغيرها من الوزارات اللي يعني عليها عبء كبير في هذا المجال ولا تعيه للأسف عليها مسؤولية؟ في الحقيقة قضية الثقافة في أي مجتمع مرتبطة بأكثر من مؤسسة، وفي البداية نقدر نقول أن هناك علاقة جدلية بين الثقافة والسياسة. إذا كانت الرؤية السياسية، إذا ما توفر رؤية سياسية أو عند قائد الدولة أو القيادة السياسية للدولة لديها رؤية، إذن هذه الرؤية سوف تسري على كل المؤسسات ومنها الثقافة. أنا أدي مثال بسيط، يعني ناخد مثلا حاجة زي جمال عبد الناصر. أنا ناصري، يعني مش من المفترض أن أنا أقول، لكن على يتحال أنا مؤمن أن عبد الناصر كانت لديه مميزات وكانت لديه عيوب أيضا، هذا أمر لنا، لكن كان يؤمن بفكرة الثقافة. ومن ثم فإن احنا وجدنا مثلا واحد زي ثروت عكاشة يؤسس أكاديمية الفنون. عندما قامت أكاديمية الفنون مثلا كانت وفق رؤية، كان ثروت عكاشة يهدف إلى النهضة الفنية والنهضة الثقافية في داخل المجتمع. لو قارنا ما بين الوضع الماضي والوضع الحالي سوف نزهل، سوف يعترينا درجة من الرعب بالرغم من استمرار هذه المؤسسات إلى الآن. لأن ثروت عكاشة نقطة مضيئة في داخل في التاريخ المصري، بينما الحالي أو الوضع الحالي أو القائمين الآن أشياء مجهولة، شيء لا وجود لهم، نكرات في داخل المجتمع، ومع ذلك تضعهم على الكراسي. إذن أنت ده السبب إيه؟ لأن غياب الرؤية الثقافية، غياب الرؤية للمجتمع المتعلم الجيد منتهية. إذن في عهد عبد الناصر كان في ثقافة، ثم ما لبس بعد ذلك أن دخلنا في نوع من الانحدارات لابد أن يؤثر على الثقافة. ده وجدناه أن كل المؤسسات الثقافية، ومن ثم التعليم، ودي قضية جدلية بقى، يعني أنت ما تقوليش أن مثلا أن أنا عايز أعمل نهضة ثقافية وأنت التعليم عندي منهار، لأن الفكر الثقافي يبدأ من التعليم. أنت في داخل التعليم عملت إيه؟ إيه القضية اللي أنت بتعملها في داخل التعليم؟ أنت بتعمل نوع من التحفيز، نوع من التلقين، يعني إذا كان الأخوان المسلمين نحن ننتقدهم في فكرة السمع والطاعة، أنت بتعملها أيضا، أنت بتعملها في داخل التعليم، إنك أنت بتعمل حفظ وتلقين، ثم شوية أن الطلبة بعد كده تاخد من ورق، ده مش هو التعليم. أنت لا تدرب الطالب، أنت لا تجعل الطالب قادر على الحوار وعلى النقد.
ثم بعد ذلك أنا أسأل لماذا لا توجد ثقافة؟ ما أنت مدمر التعليم. ينبغي أن تكون لديك الرؤية. هل هناك كان فعلا أن الدولة لا تريد التعليم؟ أنا أزعم ذلك. كانت الدولة تريد ضرب التعليم، وهم الآن بيتحملوا نتيجة ما فعلوه. ما حدث 30 سنة أو أكثر من 30 سنة في ضرب التعليم كانت النتيجة الآن، كانت النتيجة أن يطلع للإخوان المسلمين. فما تسأليش عن ثقافة. والدكتور محمد ما يقوليش أن في نقد، نقد مين وثقافة مين؟ الناس قاعدة يعني بتحاول في أمور رديئة أردأ ما يكون. إذا كنا عايزين نكشف الحقيقة ونكشف واقع الثقافة، إنما تعاني منه مصر، ما فيش ثقافة نهائي. أستاذ الدكتور محمد رضوي، مش هسأل حضرتك عن اتجاهك السياسي عشان ما نبقاش بنتكلم في اتجاه واحد من خلاله بنركز على اتجاهات شخصية، ولكن هنتكلم عن الثقافة بوجه عام. قلنا التعليم تقريبا ملوش دور في إحداث طفرة في هذا المجال. ماذا عن التعليم العالي؟ عارفة إن الناتج سيء من البداية، ولكن في اتجاه أكاديمي ليه دور؟ المشكلة ليست مشكلة الثقافة، المشكلة هي مشكلة المجتمع المصري. المجتمع المصري في السنوات الأخيرة عانى من مجموعة من المشكلات الكبرى التي وصلت بنا إلى أن يكون هذا المجتمع في حاجة إلى إعادة تعريف لنفسه. يعني أظن أن كثير من المواطنين في داخلهم يعادون المعرفة. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا أنتجنا مجموعة من المواطنين الذين انفصلوا عن العصر الحديث، لا يفكرون بطرائق العصر الحديث، لا يمارسون ما يمارسه الناس في العالم الحديث. يعني هم لا يستمتعون بالفن ولا يستهلكونه، لا يذهبون إلى معرض، لا يشترون كتابا، لا إلى آخره. ليس هذا ذنبهم، الذنب أن الدولة المصرية تقريبا منذ حرب 1973 غيرت منحاها السياسي والاجتماعي والثقافي. فبدأت كل المؤسسات التي تصوغ المواطن، هذه المؤسسات تضمحل وتصبح عاجزة عن أداء وظيفتها. ومن هنا بقى بتأتي مشكلة التعليم اللي أشار لها الدكتور حسن. يعني من الغريب مثلا أن البعض كان يقول أن إصلاح التعليم يبدأ بعودة الكتاتيب. هذا القول كارثة، لأن الكتاب يقوم على التلقين. العلم الحديث، التعليم الحديث، على اعتبار أنه محاولة لإتقان اللغة العربية من خلال حفظ القرآن الكريم، وهو ده المدخل يعني اللي بيعتبره يعني لكن التعليم في العالم ما بيقومش على مشكلة الحفظ، لأنه أسهل حاجة دلوقتي على الكمبيوتر أي تلميذ في ابتدائي أو إعدادي يجيب المعلومات اللي محتاجها. التعليم الحديث يصوغ مواطنا قادرا على الابتكار، يقدر يفكر، يقدر يبتكر، يقدر يلاقي حلول عملية لما يواجهه من مشكلات في حياته وفي شغله وفي عمله وفي كل شيء. فهي أزمة مجتمع. هذا المجتمع يتاح له الآن بعد ثورة 25 يناير وما تلاها من موجات ثورية، إن كان يريد فعلا أن يصبح من العصر، أن يضع نفسه على بداية طريق أخرى مختلفة بعيدا عن الأوهام. يعني التعليم الحديث الآن، أنا درست في جامعة القاهرة ودرست خارجها ودرست في الجامعة الأمريكية لسنوات طويلة. التعليم المصري الآن سواء كان جامعيا أو ما قبل الجامعي أو حتى في الحضانة، هو تعليم ضد التعليم. يعني ومثلا في بلاد مثلا منذ ربع قرن، سنغافورة وماليزيا لم يكن لهم وجود تقريبا على الخريطة، هما دلوقتي بينافسوا انجلترا والمانيا والولايات المتحده في جوده التعليم. هناك تخصصات
علميه لا توجد الا في انجلترا وامريكا وسنغافوره مثلا، اسمها الصناعات الابداعيه. فالمشكله ليست مشكله الثقافه بمعنى ان الشعب المصري يحب الثقافه او يكرهها، لا، هي عوامل كتير جدا 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 معقده، بعضها سياسي. لم يعد يستطيع هذا الشعب ان يجد وقتا ليستمتع بالفن، ولا يجد مالا ليشتري كتابا او يذهب الى السينما. زحام القاهره يعوق اي اسره عن ان تذهب الى السينما او الى المسرح. هذه الانهيارات جميعا لا تخص الثقافه وحدها، ده تخص مجتمع سار في طريق خاطئ، وكان 25 يناير اعلان نهائي ان هذا الطريق يجب ان ينتهي. ولو لاحظت اللي كانوا مقدمه هذه الثوره كانوا كلهم تعلموا تعليم مختلف، بيتعاملوا مع الكمبيوتر، بيشتغلوا في الشركات الكوميونيكيشن والاتصالات، في اللي هم قادرين على التصرف العقلي السليم ازاء مواجهه اي مشكله. وكانت المفارقه ان في نهايه حسني مبارك عاوزين نعمل استثمار عالمي ونعمل احدث الصناعات، وهؤلاء الشباب الذين يعملون في المجال يفضلوا بعقولهم القديمه. اللي حصل انهم شغلهم في المكان ده غير عقولهم، علمهم ان الاستبداد السياسي كارثه، تصدوا للاستبداد السياسي فاسقطوه. اصبحوا كتله حرجه في المجتمع برغم كل المساوئ اللي كانت موجوده فيه اجتماعيا وسياسيا. والمثقفين وهو فصيل يمثل كتله حرجه في اي مكان يمكن ان تحدث الكثير. في بدايه الخمسينات والاربعينات من القرن ما نقدرش نقول ان الثقافه كانت منتشره في بره مصر كله، ولكن كان هناك من تحملوا مسؤوليه نشر الثقافه في المجتمع المصري، اللي كان يعني نسبه الاميه كانت كبيره بالنسبه لنسبه السكان ايضا في هذا الوقت. اين الكتله الحرجه المثقفه في مصر في الوقت الحالي؟ اعلم المشكلات والتحديات كثيره، ولكن احنا بنشوف شباب وبنقابل يعني ممكن يمثلوا كتله حرجه ايجابيه تماما في مجال الثقافه في مصر، اين هم؟ الحقيقه انا عايز التقط نقطة جوهرية قالها صديق الدكتور محمد. اتفضل. عندما قال إن حرب 73 انحرفت عن بنفس اللفظ. هذا دي نقطة في منتهى الجوهرية عند الدكتور محمد لقيتها. ومن ثم ذلك الانحراف في الأحداث العظيمة. حرب 73 أم السياسات التي تبعت؟ بس خلينا بعد ما هو السياسات. هو ما قصدي ما بعد حرب 73 انتصار. جميل جدا، مبهر. هل أنت استطعت أن تستثمر ده؟ ما بعده حدثت بقى ان السياسات انحرفت عن المسار. انحراف هذا الحدث العظيم يؤثر على كل العقل، على كل الذهنيه، ومن ثم فانك انت اكتشفت ان كل شيء بيتدهور لان الامر السياسي انحرف. دي قضيه في منتهى الاساس، منتهى الجوهريه اللي انا دايما اركز عليه، ان هناك علاقه جدليه بين ما هو سياسي وما هو ثقافي وما هو فكري وما هو وعي في داخل المجتمع. فعندما انحرفت السياسة ما بعد في السبعينيات انحرف كل الاتجاه الاجتماعي، ومن ثم فإذا تساءلنا الآن أين الكتلة الحرجة للمثقفين، أقول لك هل هناك في داخل المجتمع الآن تلك اللحظة التي نمر بها، هل هناك أحداث جوهرية تستطيع أن تغير، تستطيع أن تعيد الوعي إلى ذلك المجتمع؟ من المفترض أن كان موجود. لا، ده حدث ومن ثم. فأنا بقول لك أن هناك أمل. أن المثقف الآن عليه دور. إذا قلت بقى اللي أنت حضرتك قلتها لي، أن في الخمسينات كان المثقف يعي أن له دور وهو يحمل الوعي، فدوره استنارة المجتمع، وكانت المؤسسة تعين وتساعد، السياسية أو كل ده بيعينه، فكان له دوره. لكن تهمشت الأمر ده، فبالتالي ما تقوليش المثقف، لأن المثقف بينادي مع نفسه، فكان بيحارب مع يعني بقدر ما يستطيع. الآن في اللحظة التي تمر بها مصر وبعد أن تخلصت من الاحتلال، احتلال الإخوان، لأن إذا كنا تحررنا من الاحتلال في 73 من إسرائيل، فنحن تحررنا أيضا في 2013 من احتلال الإخوان المسلمين.
اللحظه دي انا شايف انها تستخدم باستخدام جيد، انا ارى انها تستخدم بشكل جيد الان، ومن الممكن ان كل المؤسسات الثقافيه، كل المثقفين الحقيقيين ما هماش المدعين، تفرق كتير بين مثقف حقيقي يملك وعي، وبين مثقف مدعي هو يهرج، هو يعني يسرسر هنا وهناك، ويقول لك مؤتمر ثقافه، ثقافه ايه اللي انت عايز تعملها؟ مؤتمر ايه الثقافه اللي انت عايز تقوله؟ ايه هي القضيه اللي انت عايز تعملها؟ ولا هو شو بس كده اعلام وخلاص؟ لا. فاذا انت الان مقبل على حقيقه بشكل حقيقي الى انك انت تنهض بهذه الثقافه، لان الظرف السياسي، الظرف التاريخي، الظرف الاجتماعي يتيح ذلك، يتيح لك ذلك. اياك الا تستثمر اللحظه. اياك الا تستثمر اللحظه. فالويل لك، لكن المجتمع لن يتركك الان بقى هذه اللحظه، لا يمكن. وان كان انا عندي امل، لا وشايف ان في امل كبير جدا. استاذ الدكتور محمد بدوي، الامل كبير ولكن ايضا اللحظه حرجه للكل، سواء المسؤولين السياسيين او المجتمعيين او المسؤولين عن الثقافه في مصر. فمن اين نبدا؟ نبدا بتعليم؟ وما زلنا زي ما تفضل الأستاذ الدكتور حسن يوسف قال نقطة مهمة جدا، الأمر ليست المشكلة في أن نجد نقطة للبداية، المشكلة في تهيئة مجمل الظروف التي تيسر لنا أن نخلق استراتيجية واسعة من ضمنها الوضع الذي يختص بالمعرفة والثقافة في المجتمع المصري. المجتمع المصري شهد زهوا بالعداء للمعرفة، يعني ونحن نجد في بعض القنوات التلفزيونية الخاصة أشياء غريبة عن التداوي، ما عرفش بإيه والعلاج بإيه والأحلام هذا استغلال لحاجة الناس إلى الطمأنينة في كل شيء، واستخدام للدين بأشياء بشكل يسيء للدين نفسه. أنا أتصور أن هذه المرحلة لابد أن تحسم سياسيا أولا، وفي رأيي أنها في الطريق إلى الحسم لكنها لم تحسم، بمعنى أن الثورة التي حدثت في 30 يونيو إن لم تحقق وتؤسس لدولة مدنية حديثة ينفصل فيها السياسي عن الدعوي والديني بصورة لا لبس فيها، سنعود إلى نفس المشكلة مرة أخرى. الفضاء الثقافي المصري امتلأ طوال 30 عاما بخزعبلات وأكاذيب وأوهام كثيرة جدا لا سبيل إلى تنقيتها. السبيل الوحيد هو أن نضع أسسا لدولة حديثة، هذه الدولة الحديثة تقوم على المواطنة وتقوم على الحرية وتقوم على حرية الخطأ الإنساني، بمعنى أنني أفكر في الشيء فإذا أخطأت فليس هذا جريمة، وإذا أصبت فلي أجران كما يقول الحديث الشريف. نحن في حاجة إلى تأسيس هذه الدولة. هذه الدولة ستتأسس أساسا بدستور واضح ناصع العبارة، لا, لا, لا يلبس الأشياء ولا يغمضها ولا يلجأ إلى الحلول الوسط، ومن هذا الدستور يمكن أن تبدأ عملية سياسية تستطيع النخبة أن تدير فيها حوارا وطنيا عاما، تنتج خطة للمستقبل، استراتيجية للمستقبل. هذه الاستراتيجية للمستقبل لا ينفصل فيها الديني عن الاقتصادي عن السياسي عن العلمي عن المعرفي، لا يمكن. يعني نحن لا نخترع العجلة، الشعوب مرت بهذه اللحظات منذ مئات السنين. الشعب الإنجليزي مثلا منذ الماجنا كارتا، الفرنسيين، الأمريكان منذ الحرب الأمريكية الأهلية. نحن ما بنخترعش العجلة، بس احنا بنراوغ ونلبس الأمور لبعضها البعض ونشوش على أنفسنا ابتغاء الحلول الفردية اليومية السهلة، لا كما يقول العرب لا مندوحة عن
أن نؤسس هذه الدولة التي يصبح المواطن فيها عارفا أنه إن عمل وتفوق أخذ حقه وتقدم، أن هناك مواطنا إن تعرض لمشكلة مع مواطن آخر تتحقق العدالة، أن هناك نقاشا في السياسة لا يقوم على أي مؤثرات غير سياسية. يعني هو الأمريكان مش فاهمين اللي كانوا ما كانوش فاهمين اللي حصل ليه عندنا. المواطن الأمريكي بيروح ينتخب رئيس الجمهورية على برنامج سياسي. دي رفاهية الاختيار اللي مش موجودة عندنا. لا ما هو أنت لازم نخلق هذا. مش هنفضل نقول دي رفاهية ودول. هو المواطن الأمريكي بيروح ينتخب أوباما على أساس برنامج ويحاسبه عليه. إحنا كان عندنا أوهام. من هذه وما زلنا نعيش في الأوهام. لا يمكن أن يحدث تقدم في المجتمع وفي القلب منه الثقافة إلا إذا تمت صياغة الدولة المصرية صياغة عصرية مختلفة عن الصياغات الناقصة والعرجاء والمشوهة السابقة لها، وأن يكون هذا الأمر مسؤولية النخبة السياسية بدءا من رئيس الجمهورية انتهاءا بأصغر موظف فيها، وإلا سوف نظل ندور في الحلقة المفرغة التي دورنا فيها كثيرا والتي تخبطنا فيها كثيرا والتي لم يعد المجتمع قادرا على تحمل مسؤوليتها مرة أخرى. يعني نحن الآن يعني كيف يمكن مثلا على سبيل المثال أنك أنت تعملي تنمية في حالة عدم وجود سلم أهلي؟ يعني ما حدث بعد 30 يونيو أصاب الأخوان بالأوثى فأصبحوا الآن يحاولون تحويل العنف إلى قانون، إلى القانون السائد. كيف يمكن لنا أن ننتج أو نصنع أو نصدر أو نفكر أو نتعلم ونحن أساسا نتعامل بالعنف؟ أنا كنت في الأسبوع الماضي في الجامعة، في جامعة القاهرة، بعض طلاب الإخوان معهم طبلة والزمارة اللي بتستخدم في مباريات جنوب أفريقيا، وبيقفوا تحت المدرج اللي فيه تدريس ويخبطوا ويزمروا عشان الطلبة ما يسمعوش، عشان الطلبة يمشوا. كيف يمكن لمجتمع في هذه الحالة أن ينتج؟ لابد أن أولا يثبت هذا المجتمع ليحقق انتصارا حاسما ونهائيا. جميل، ده هيؤكد على مبدأ أن التغيير في الوقت الحالي بيتم من الشارع المصري، من المجتمع المصري، مش العكس. مش النخبة هي اللي بتؤثر للأسف، حتى بالرغم من بداية خطواتنا الأولى لوضع حكومة تحاول تسيير الأمور في الوقت الحالي، نجد أيدي مرتعشة غير قادرة على العمل في انتظار قرارات من الشارع المصري، سواء بإعطاء تفويض، سواء بتقييم ورقابة على ما يحدث. وهو ده اللي هيرجعنا أيضا لرفاهية الاختيار اللي تفضل دكتور محمد بدوي، وأنا يعني كان رد فعلي على كلامه فيها. لا يستطيع المؤثر الموجود في من يضع الاستراتيجية، وهي الجهات التنفيذية سواء كانت حكومة أو رئاسة وزراء أو غيرها، لا تستطيع أن تؤثر بالإيجاب في الشارع المصري. وأصبح للشارع المصري الكلمة في التقييم والرقابة والثورة على ما يحدث. فمن أين لنا أن نضع اختيارات صحيحة لمسؤولين بأيدي قوية يستطيعوا أن يضعوا استراتيجيات في كافة المجالات ومنها الثقافة؟ احنا نؤمن بفكرة اسمها فكرة الجدلية، فكرة الجدل. يعني فيش حاجة نؤمن بها بالسكونية، يعني الثبات ليس من طبيعة الأشياء. وفي فيلسوف يوناني يقول لك ان التغير هو سمة الوجود. يعني لا يمكن ان احنا نتصور ان الاشياء تسير بشكل ثابت او راكد. انا يعني حضرتك ربما قد تطول فترة السكون او الركود او فقدان الامل، ربما قد حدث. مش هتطول 30 سنة زي ما حصل عظيم. قبل كده 30 سنة مش كده؟ عظيم جدا. مش هتطول وجينا ممكن. في ثورة 25 يناير ثم ما لبس لو اننا ظننا ان الامر مش المجتمع هو اللي بيصنعه، لا ده في اللي فوق و طيب ما جم بعض الناس وانهم مسكوا الحكم، لكن ما لبس
الصراع، ملابس التغير، إن الوعي الجمعي في وعي جمعي يسير، إن التاريخ يعبر عن نفسه في، أو نقول زي ما بيقول هيجل العقل التاريخي بيبدأ يبرز. ففي 30 يونيو بدأ العقل الجمعي، بدأ العقل التاريخي يظهر. صحيح إن ما حققه أو ما أظهره أو ما جعله ملموسا هي القيادة العسكرية أوروبا، ماشي، لكن ده مش لن يظل طويلا كما نظن. لا، إن هذا المجتمع الذي كان لديه القدرة أن يعي أنه لديه رؤية لابد أن تتحقق ولابد أن تفرض على تلك المؤسسات. لا يعني لا تتصوري أن مثلا القيادة العسكرية جاءت من نفسها، لا، لولا الزخم الشعبي، لولا ذلك التدافع الشعبي، الرؤية الشعبية، ده اللي خلى القيادة العسكرية ترضخ لتلك الرؤية الجمعية. إذن معنى ذلك، معنى تلك اللحظة أي ثورة 30 دي في منتهى الأهمية، لأن دي بتثبت لنا أن التاريخ لا يمكن أن يسير بس ما كان يسير، أن المجتمع المصري لديه الآن رؤية مختلفة ولا بد أن تتحقق وحذاري ألا تتحقق. هذا الشعب لن يصمد كما يتصورون ولن يعطوا تفويضا على بياض لأحد. إذا ما حققت سيادتك ما هو مطلوب اللي يطلبه الشعب، أنا وسأل. طب أنت ما حققتوش، الشعب قادر على أن يقوم مرة أخرى، يعني انتهت المرحلة ولابد أن يعود وسيفرض نفسه. إذا القيادة السياسية أو العسكرية أو القيادات في داخل المجتمعات هي خادمة للشعب، ولا جدال في هذا الأمر بعد الآن، لا جدال في هذا الأمر. ويخطئ كثيرا اي رئيس قادم او اي زعامه قادمه اذا تصورت انها سوف تفرض هيمنتها او تفرض وصايتها على الشعب المصري فهو إيه؟ جميل. استاذنا الدكتور محمد بدوي ابدع الشعب المصري وابتكر في اساليب المقاومه في الثلاث سنين الماضيه لكل ما هو ظالم، كل ما هو غير عادل، كل ما هو ديكتاتوري، كل ما هو متسلط. هذه الابداعات الفعلية في الأفعال وردود الأفعال، هل كان للجانب الثقافي حظ منها أم لا؟ سواء في منتجات، في قانون عام في الثورات في تاريخ البشرية إن الثورات لا تنتج ثقافة رفيعة يعتد بها في لحظة اشتعالها. عليك نور، هذا صحيح. الثورة حين تشتعل يمكن ترجمة هذا الكلام إلى اضطراب عظيم يعم المجتمع، يعني مصر بتتشال وتتنفض في الارض عشان تنزل ما علق بها عبر التاريخ، عشان تتنظف يتعمل لها عمره يعني بالبلدي كده. في الحاله دي ما فيش ثقافه بتزدهر. احنا لو طلع دلوقتي عندنا ديستوفيسكي مصري ما حدش هياخد باله منه ولا شكسبير حتى، لان انت في اللحظه مشغولة بأن تعيدي ترتيب الحياة، بأن يعني تقومي بلفظ ما يعوق هذه الحياة من أخطاء ومثالب ومفاسد. ففي هذه اللحظة لا يمكن أن توجد ثقافة بالمعنى الذي يتحدث به. ما دمنا في ثورة فينبغي أن تكون هناك ثورة في الثقافة. الأمر الذي يمكن الحديث عنه هو إدارة الثقافة في المرحلة الانتقالية، بحيث يتحول المثقفون إلى جند فاعلين في عملية التغيير. وفي هذا الإطار أنا أرى أن منذ استقال فاروق حسني حتى الآن هي أفشل مرحلة في إدارة الثقافة في مصر قاطبة. يعني وأنا واحد من الذين ظلوا 10 سنوات في الشارع ضد سياسات فاروق حسني، لكن كان هناك على الأقل محاولة لصنع رؤية رغم ما شاب ذلك من قصور ومثالب. لكن منذ الثورة حتى الآن لا يوجد، لا يعرف القائمون على الثقافة في مصر ماذا يراد منهم وماذا ينبغي أن يفعلوا وماذا عليهم من دور. الدور المنوط بهم الآن ما هو؟ ما تعريفه؟ ما الآليات؟
والدليل على ذلك ان اخر مؤتمر للمثقفين لم يحضره معظم المثقفين الفاعلين اصلا، لم ما يستشر إليه منهم من احد، لم يحضره احد من المواطنين. يعني كانت الاماكن القاعات فارغه، يؤتى بموظفي الوزاره ليجلسوا، واللي الطامه الكبرى كانت في المنصه واللي قاعدين عليها يا دكتور محمد. ويعني لان الدوله المصريه ما زالت تخشى المثقف الحقيقي، هي تبحث عن الموظف. احد وزراء الثقافه وهو صديقي يعني ودفعتي في الجامعه قال اننا نشيل رئيس جمهوريه ده شيء سهل، لكن ما نقدرش نشيل موظف. الى هذا الحد وصلت البيروقراطيه. لاحظ ان البيروقراطيه ضاربه في المجتمع المصري، حتى الاحزاب الجديده التي يامل بعض الناس فيها خيرا مثل الدستور او غيره، كل يوم نسمع عن استقالات، كل يوم نسمع عن احتجاجات فيها، لان المجتمع المصري البيروقراطيه فيه وعواجيزه وحراس تخلفه أقوى مما نتصور، فهم يندسون وينبثون في كل شيء ويوقفون كل شيء عن التقدم. وحتى في عملية الصراع السياسية الأخيرة، لو قارنا بين الخطاب السياسي لعبد الفتاح السيسي والخطاب السياسي لبعض من يحسبون أنفسهم عليه في بعض القنوات، ستجد شيئا مفزعا. هناك فارق هائل. فالمجتمع المصري ممتلئ بعناصر يجب أن تجدد نفسها، وعناصر يجب أن تنحى عن الطريق، وعناصر يجب أن تدعم، وإلا ما حدث سيتم احتواؤه ويعود المجتمع القديم بآلياته المعروفة. يمكن الأمل الكبير ألا يحدث هذا كامل في أمر الله، أن 60% من سكان مصر شباب، وأن هذه النسبة الهائلة من الشباب كسرت طوق الصمت والخنوع وانطلقت في الهواء الطلق. ومن هنا تأتي أهمية الحراك السياسي الذي الحادث الآن. كل يوم يصب في مجال السياسة والعمل العام والعمل الثقافي آلاف من الشباب المصريين الذين يبحثون عن طرق أخرى للحياة، عن طرق أخرى للتفكير، عن طرق أخرى للإدارة. هذا هو الأمل الوحيد الذي تملكه مصر، أننا ما نسميه المشكلة الخاصة بالسكان الديموغرافية أصبحت هبة، أصبحت هدية، لأن الكم الأكبر من هؤلاء الشباب بالأدوات الجديدة التي يستخدمها مثل الإنترنت وكل أدوات التكنولوجيا والميديا الحديثة أصبح يمتلك بنية ذهنية مختلفة عن بنية آبائه وأساتذته القدامى. هي بنية عملية سريعة في ردود أفعالها. وابتكارية. نعم، هل يمكن أن تؤسس لثورة ثقافية دكتور حسن؟ شفنا ثورة على الجوع، ثورة للعدالة الاجتماعية، وثورة سياسية. متى يمكن أن ننتظر لثورة ثقافية؟ لنفس الكلام اللي قاله صديق الدكتور محمد. هو قال وأنا مقتنع بها تماما، أن تكوين المجتمع المصري شباب، وعندما تصبح القاعدة العريضة في داخل المجتمع أنها شباب، أعلم أن القوة الحركية والتجديدية لا أحد يستطيع أن يقف أمامه، ده شلال قوي جاي. إذا حيوية المجتمع المصري بيأخذه من القاعدة بتاعته اللي هي الشباب. ومن ثم فإذا لم تكن على وعي إنك أنت تستثمر طاقة الشباب دي في المواقع، يبقى أنت مخطئ أيضا. يعني أما أنا الأوان إن كل القيادات، أنا واحد من الناس المؤمنين بكده، كل القيادات لابد انها تبقى من اخرها 45 سنة. اما الناس العواجيز دي لا، خلاص احنا يبقى لينا دور تاني. لكن لان انا عايز استثمر الطاقة اللي انا اضمن بيها فكرة التغيير. ارجع مرة اخرى، الدكتور محمد قال ان الثقافة والمؤسسة مثلا، خدي بس يعني
خطاب حاجه زي الخطاب المؤسسه العسكريه وخاصه السيسي، هل في ثقافه؟ الحياه الثقافه من ابسط ما يكون، اذا استطاع ان تغزو الاحساس الجماهيري ويستطيع انك انت تلهبه فتستطيع انك تجعله يقبل. استخدام مفردات يعني هو لما يجي يقول لك مثلا السياسي يعني هذا الرجل ازاي؟ صحيح ان هو مؤسسه عسكريه، لكن هو جاب انا يعني انا يا صديقي يا دكتور محمد انا بقول لك كيف لهذا الرجل ان هو بيقول الكلام دوت، ده بيخلينا احنا ما نعرفش نكتب. لما يقول لك هذا الشعب العظيم لم يجد من يحنو عليه او يعرف به. لا ده خلينا انا اقف كده، هو جاب العبارتين دول ازاي؟ ده راجل عسكري. فيجعل هي دي بقى الثقافه. عندما يسمع المجتمع المصري مثل تلك التصريحات، وخلوا بالكم والله العظيم احنا يعني هو بيتناقش بشكل، انا ما بتكلمش عن السياسه، انا بتكلم عن الخطاب عشان نبقى المفردات اللي تم استخدامها يا دكتور، فيستطيع ان يغزو المجتمع. نعم. طيب يقول لهم بقى دلوقتي انا عايز عمل وعايز ثقافه، شوف المجتمع هيعمل ايه. نعم. هي ده قضيتنا. اذا بالفعل نحن نحتاج مش موظفين. ما يحدث الان في الثقافه مجموعه من الموظفين. يا سيدتي ده يستطيع واحد ياخذ قرار وهو محطوط على كرسي، حقيقه معظمهم في الوزراء الجدد يتباهون بعدم امضائهم على بعض الاوراق، هي ناس هم تحسبا للحساب والرقابه للاسف، عشان يحط على الكارت الاقصى والاقل انه يقول وزير، عشان بعد كده يقول لك الوزير السابق، عشان ياخد المعاش الوزير طبعا. فدي الناس قاعده من اجل ان لقب مش من اجل بلد، وانا بقول علني، دول ناس قاعدين من اجل من المصلحه الشخصيه، وليس في ذهنهم على الاطلاق مصلحه وطن. واتحدى واحد يقول لي ان هو مصلحه وطن بدليل ايه؟ اديني دليل. عندنا بس وزاره الثقافه، اديني اللي بتعمله. ايه الجديد؟ ما شفناش الجرأه والشجاعه في اتخاذ المواقف غير برضو من الشارع المصري وليس من الجهات التنفيذيه. بالظبط بالظبط. هعود لدائره حياتكم، الادب والفن والتذوق الفني وتقييم حضراتكم للمحيطين بكم من الشباب ومريديكم من الشباب، وتقييم حضراتكم لاتجاهاتهم الثقافية ورغباتهم، هل هي ثقافية بحتة أم يشبه رغبة في تنمية مجتمعية مع ثقافية؟ هل الرغبة في قراءة في تذوق فني بعيد تماما عن المجتمع، أم تختلط الامور ببعضها مع طلابكم ومريديكم؟ هو طبعا الاجابه عن مثل هذه الاسئله صعب جدا، لاننا لا نعرف من هم هؤلاء الشباب. نحن نتكلم عن اطياف او اشباح على الاقل الدائره الخاصه بحضرتك. في الكلام الجاد، في الكلام الجاد ينبغي ان تكون هناك محددات للكتل التي ندرسها او نتحدث عنها. لكن هناك ملاحظات عامة، أن الملاحظات الإيجابية شديدة الأهمية، أن هؤلاء الشباب ليس صحيحا أنهم لا يقرؤون بالمعنى الذي يقوله العواجيز، هو اختلفت فقط بمعنى ماذا يريد العواجيز من القراءة. لا يعني كان واحد ممكن مثلا يقرأ في كتاب في الشعر العربي القديم فيحفظ أبيات للمتنبي يتمثلها في كل موقف ويقولها، او نطق العربيه المبالغ في فصاحته وتفاصحه وتحزلقه. لا، الشباب اعتقد انه في العام، وانا اتحدث هنا عن الشباب في اكثر المناطق تطورا في العاصمه وبعض المدن الساحليه وبعض المدن الكبرى، هم يتصلون بالعالم اتصالا مختلفا بسبب الثورة المعرفية وثورة الوسائط التي حدثت في العشر سنوات الأخيرة. لهذا النوع من الاتصال عيوبه ومزاياه، لكن مزاياه أكثر من عيوبه، بمعنى أن الشاب الآن يستطيع أمام الكمبيوتر الشخصي له أن يتجول بحرية في مجالات أوسع ودون وصايا من أحد، لكي يكون لنفسه رأيا مختلفا.
لو لم يكن هذا حدث في المجتمع المصري منذ 2005 ما كانش حصل الحراك السياسي اللي احنا فيه دلوقتي، واللي بدأ من تقريبا 2005 وصل لقمته في 25 يناير 2011، وقمة أخرى من قمم 30 يونيو وما تلاها في 2013. ده نتج عن أن المجتمع المصري الآن لم يعد واقعا تحت تأثير ما أسميه الإجماع القصري. يعني إيه الإجماع القصري؟ يعني أن يجمع الناس على رأي غصبا عنهم. حتى الإسلام السياسي بكل ماله وجبروته وعلاقاته وأوهامه ويوتوبياته لم يستطع أن يزيف وعي هؤلاء الناس. ده ناتج عن طبيعة تلقي المعرفة التي يتناولها الشباب الآن. تلقي المعرفة هذه يتيح لهم قدرة على الاستقلالية. يعني في تاريخ البشرية كلما تغيرت آليات التلقي، الطرق اللي بنتلقى بيها المعرفة بتتغير أثرها. مثلا الدرس العام في الجامعة يختلف عن القراءة الفردية. القراءة الفردية في كتاب تختلف عن القراءة في الكمبيوتر والإنترنت والفيسبوك. فهؤلاء الشباب بوجه عام أنا أرى أنهم أكثر تحررا من القيود الثقيلة في المجتمع المصري التقليدي، وأكثر قدرة على إيجاد حلول ذات طبع عملي وابتكاري. النموذج الأخير مثلا ما حدث في تمرد في السياسة، القدرة على البحث عن طرائق مختلفة عما عهده الناس، دي صفة أساسية تصيب كثيرين بالخوف والرعب من الأجيال السابقة. لكن هؤلاء الشباب أنا في تقديري لو كان لدينا نية وإرادة سياسية ونخبة قادرة على أن ترعاهم لمدة 10 سنوات قادمة، سوف توضع مصر في منطقة لم يكن أحد يتصورها، في منطقة من الحداثة. لكن الذي حدث أننا أساء منذ 25 يناير نسيء معاملتهم. أمس كان في مظاهرة 6 إبريل ساخرة، شوفي مظاهرة ساخرة كانوا عاملين فيها أشكال من العرض الاجتماعي والكوميديا الساخرة لبعض الاتهامات الخاصة بهم. فالشباب المصري أنا أعتقد أن في الجزء المتقدم منهم والمتصل بالثقافة الحديثة والمجتمع الحديث يحمل في داخله رؤى لو وجدت مناخا صالحا لها لتجسدت في مجتمع آخر غير هذا المجتمع، مجتمع يحافظ على خصوصيته وفي الوقت نفسه مجتمع حديث متصل بالعالم الحديث وليس خارج هذا العالم الحديث. دكتور حسن، هل ستظل مصر حبيسة الاستراتيجية الثقافية السياسية الموضوعة من قبل النخبة السياسية زي ما هو كان مطلب في بداية حلقتنا؟ هل يجب أن نظل في انتظار هذه الاستراتيجية؟ كيف السبيل؟ أرجع بس لحاجة لقطتها من دكتور محمد، إن مبارح طلع مظاهرة 6 إبريل بنوع من الساخرة. ما تتقالش كده، لا ده أنا عارف عندها. طب ليه بيعملوا كده؟ وإيه الحكاية؟ ودي الدلالة بتاعتها إيه؟ ما يحدث في حقيقة الأمر ونكون كاشفين الأمر كده. لأن ما وصم أفراد للأسف، وصم مجمل الشباب للأسف يعني ما يحدث هو التفنن في إبعاد الشباب، السيطرة على العقول الشبابية، إبعاد الفكر الشباب بأي وسيلة. هم يريدوا إزاحة القوة الشباب والعقل الشباب عشان يظهروا هم في المقدمة. ودي دي الكارثة، إن ما هو عدى اللي هو الفكر القديم يريد مرة أخرى أن يهيمن، ومن ثم لا يريد أن يعطي الفرصة لهؤلاء. يعني دي كانت وسيلة استغاثة. طبعا
يعني سيبني انا باخد بس هم يعني ماشي فيهم ناس كذا، في لكن على مضمونها جادة جدا. لكن نعم على الاقل في ناس، لا في ناس جاده وفي ناس كذا كذا كذا. ايه اللي بيحدث؟ اللي بيحدث هو تعبير عما يحدث في الان في اللحظه، ان الفكر الشباب او العقليه الشباب يراد ان ازاحتها عن المشهد بما فيهم تمرد. معنى ذلك ان دي في منتهى الخطوره، ومن ثم فإن المرحلة المقبلة القليلة المقبلة في منتهى الأهمية، لأن هي إما أو، إما إنك أنت تعترف بيه إن في ثورة. هتقولي لي في حد مش معترف؟ في ناس مش معترف إن في ثورة بما فيهم من يجلسوا في الحكم، ما فيهاش نقاش. أوعي تقولي لي إن في الحكومة ديت إنهم مؤمنين، أنا ما زلت مصر إن دول موظفين. وناس كتير يقول لك دماغ، انا بقابل ناس كبيره يقول لك ثوره مين يا عم، ما دماغها شويه عيال. ففي ذهنيه لغايه النهارده مؤمنه بكده. معنى ذلك ان اذا تصورنا ان هذا الامر، هذا العقل القديم الكبير اللي هو بيفكر هو اللي هيهيمن، ابدا لن يحدث. ومن ثم فان حركه الشباب وعقل الشباب قادم قادم، سواء رضيت او ما رضيتش، وسواء زي ما بيقولوا ليه بالذوق او بالعافيه. الشباب دول مش هتقدر تقف قدامهم. ومن ثم فانت يا اللي قاعد الان في الدستور وفي القوانين القادمه، احذر انك تتخيل انك انت ستقصي هؤلاء الشباب، احذر، لان مش هيسكتوا. ولذلك احنا، انا شخصيا مطمئن وسعيد جدا ان في قوه المجتمع الشباب. طب لو ان قوه المجتمع انه زي الدكتور محمد يعترينا الياس. نحن نفخر ونعتز بوجود خبرات وهامات مثل حضراتكم تهتم بالشباب، نحن نعطي التوجيه وتهتم لكن لا بوجودهم وتواجدهم في كافة المجالات. المفكر والناقد الأدبي الكبير الأستاذ الدكتور محمد بدوي، أستاذ الأدب العربي الحديث، والكثير من الـ يعني التايتلز والأسماء الحقيقة حضرتك رغبت في عدم ذكرها. نشكر لحضرتك وجودك معنا النهاردة، على أمل أن يكون للشارع المصري دور في إيجاد مساحة أكبر للثقافة بمشيئة الله، كما حدث في 25 يناير و 30 يونيو. الأستاذ الدكتور حسن يوسف، أستاذ الفلسفة وعلم الجمال ووكيل معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون سابقا، أشكر لحضرتك حمستك لشبابنا. شكرا. ونرجو أن تكون دائما بمشيئة الله. الله يسلمك. أشكركم. شكرا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا ونقطة تحول. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.